يرباع Days gone او بالعربي ايام مضت. انا قلت بالعربي لان فيها لغه عربيه حتى فيها ترجمه. شوف هني تكست اقدر اغيرها حق عربي. هالشي يخلي كلمه دايالوج يختفي منها حرفين. اوكي اوكي خلاص ما فيها ترجمه بس على الاقل فيها دبلجه. بتنزف طريقه وحشه للموت بطيئه وبتوجع بس انت متعود على كانت كده. كانت بتتنفس لما لقيناها يا قذر. ما كنتش هضرب نار واضيع رصاص عليها. استنى بس استنى لحظه. انا ما قلت انها دبلجه حلوه اصلا. انا ما اهتم كل حاله راح اختار انجليزي بس قلت بجرب. المهم حطيت انجليزي وبديت اللعبه. تبدا بملل ويستمر هالملل تقريبا 10 ساعات لان القصه تبدا من النص. ما ادري منو هالشخصيات وما ادري ليش اهتم فيهم. يكلمون واحد اسمه كوبلند. اوكي منو هذا؟ شلون عرفته وليش عرفته؟ لحظه منو انت اصلا؟ بس مشهد واحد بالبدايه يبين ان البطل ديكن اللي يسمونه ديك مرته كانت بتموت بس نقذها مع ناس يعالجونها وقعد هو ورفيجه لانه ما في مكان لهم اثنينهم. بس بعدين الوقت يتطوف والعب بدون لا ادري شنو الهدف من اللي اسويه فيكون ما عندي دافع. وقتها قاعد العب مهمات عباره عن تعليم واتحرك مسافات طويله وانا اشوف البنزين ينقص. ايه قلت بنزين. بايام مضت معك سيكل طول الوقت ولازم تهتم فيه وتقدر تقويه. اذا دعمت لازم تصلحه واذا نقص البنزين لازم تترسه. التصليح ما شفت فيه مشكله بالعكس خلاني احاول اسوق احسن ما عندي. ولان نفس الحديد اللي تصلح فيه السيكل تقدر تستعمله عشان تصلح السلاح اللي ماسكه بايدك فصرت افكر قبل استعمل اللي عندي. بس البنزين ينقص بسرعه. جربت بنفسي اترس بنزين فل واروح وارجع بنفس الطريق. هذا من بعد اول ابجريد لان تقدر من البدايه تطلعه بس باقي الابجريدز يبين لك مده. فشفت بالضبط ايش كثر ياخذ البنزين عشان يخلص وخذا 9 دقائق. يعني على المسافات الطبيعيه باللعبه حدك تسوي مهمه واحده تروح وترجع وبعدين خلاص ما تقدر تسوي شيء ثاني الا لما تترس بنزين. في طريقتين تترس. يا انك تلقى علبه بنزين بمكان عشوائي طبعا مو كذي شكلها انا ما اخذها من الحمام بس تخيل ان هذا شكلها وفيها بنزين او تروح حق محطة بنزين. المشكلة بالبداية ما طلعت جزء كبير من الخريطة فما اعرف وين المحطات. وحتى لو بسوي فاست ترافل استعمل بنزين اللي هو شيء منطقي عشان ما استغل الفاست ترافل واخرب فكرة البنزين بس يبقى شيء خايس لانه يخلص بسرعة. انا اسف حصاني من Red Dead Redemption 2 طلع سيكل اخيس منك. الاماكن اللي تسويها فاست ترافل عبارة عن مخيمات تقدر تقوي سيكلك وتقدر تشتري له بنزين. بس بالبداية ابي اخش فلوسي حق تطويرات واسلحة ما ابي اصرف على بنزين ممكن القاه ببلاش بالحظ. بعدين مع الوقت عرفت استعمل محطات البنزين والفاست ترافل. صرت اذا بروح مكان معين ما اروح له على طول. اول شيء اسوي فاست ترافل حق مكان بعيد لان يما محطه بنزين وبعدين اسوي فاست ترافل مره ثانيه حق المكان اللي ابي اروح له من الاساس. ليش احتاج اسوي كل هذا عشان بنزين؟ خلوني اروح المكان اللي ابيه وبس. هذا اذا ما كان في ناس او زومبيز عند محطه البنزين ياخروني اكثر واذا ما حد طلع لي فجاه وانا قاعد اترس بنزين. هاللعبة أذية فيها أشياء وجودها عبارة عن أذية. حتى قبل لا تقدر تسوي فاست ترافل إذا كان في مقرات زومبيز بالطريق لازم تحرقهم بمكان العادة مفول زومبيز طبعا لأن مقراتهم. الأبجريدز مصممين بأنك لازم تطلع 2 من 3 أبجريدز عشان تقدر تطلع الأبجريدز اللي بعدهم. أفهم لو الأبجريد اللي بعده لا علاقة بالأبجريد اللي قبله بس أغلبهم ما لهم علاقة ببعض فليش تبيني أصرف نقاط على أبجريدز ما بيهم عشان أقدر أطلع أبجريدز بيهم؟ والجلتشات الجلتشات كل مكان جلتشات. واحد يطقني من داخل مبنى. أشياء يصير لها لود متأخر. أشياء طايرة بالهواء. أشجار أخيس من ماينكرافت. مرة أدعم الهواء بعدين أصعد فوق الهواء. الصوت متأخر عن الصورة. If I do this, what you want, show you the way over the pass. فجأة كل المؤثرات الصوتية اختفت بس باقي الموسيقى وصوت ديكن. وترى اغلب هالجلتشات ما تتعدل لازم اسكر اللعبه وارد اشغلها. هذا غير الفريمات اللي مو ثابته والتحكم اللي علق. صارت لي اكثر من مره اني اضغط مربع عشان اسوي ريلود حق السلاح بس ما يبي. لازم اضغط اكثر من مره. ليش ما يستوعب على طول؟ هاللعبه معفنه لعبه كارثيه من ناحيه تقنيه يعني. فاول الساعات من هاللعبه قاعد العب قصه ما اهتم فيها ومهمات تعليميه وجلتشات غثيثه وكل شوي نازل من السيكل عشان اجمع موارد ولا اترس بنزين. بس في اشياء تتعدل مع الوقت
بعد 10 ساعات. البنزين ما صار نفس الأذية لأن صارت عندي فلوس وايد، فكل مرة أدفع على البنزين. والقصة هي أكثر شيء تعدلت لما عرفت الدافع، اهتميت وصدق صرت أبي أعرف شنو بيصير. ولما تعرفت على الشخصيات اللي لهم بناء ممتاز ويتغيرون كل ما لعبت أكثر، حبيتهم. وتمثيل الأصوات طول الوقت حلو، طبعا الإنجليزي مو العربي. ما أقدر أتكلم عدل عشان ما أبي أحرق، بس جد بالنص الثاني القصة تصير أحسن، يعني لازم تصبر. وايد أشياء بهاللعبة تبيك تصبر. في نوعين من الأعداء، الزومبيز والناس، واللعب ضد كل نوع يختلف. طق الناس حلو وتقدر تستغل الزومبيز بأن تخليهم يهجمون عليهم. هني كانت في فخوخة على الأرض استعملتها عشان أصيد إنسان، ولما صرخ الزومبيز سمعوه وراحوا له. هالشي كان ممتع وخلاني أحس إني ذكي. الشوتينج له وزن ويبي له صبر، لأن التصويب يتعدل كل ما تصبر، ويفرق إذا ثابت ولا تتحرك. وعندك فوكس تقدر تبطئ الصورة وتزيد قوة تصويبك، وتقدر تأخذ أسلحة اللي ضدك وتفرق استعمالات الأسلحة وأنواعها وأنواع القنابل والكرافتينج السريع لها وقوة تأثيرها. وإذا طقيت أحد ماسك قنبلة تنفجر عليه، والاستمنة يخليك تفكر متى تستعملها لأنه بتحتاجه عشان تركض وتوخر. يعني استعمال المسدسات والقنابل ممتع، وحتى تقدر تطق بأسلحة يدوية، والطق فيهم خايس، عبارة عن نضغط R2 ورا بعض، وإذا اللي ضدك وخر أنت اضغط R1 بس. هذا نظام طق الميلي. ما تقدر تصد أو تحذف سلاحك مثلا، يعني بسيطة زيادة عن اللزوم. ما عندي مشكلة بهالنظام لو كان شيء مو مهم أو ما له استعمال كبير، بس لأنه بالبداية الطلقات شوية وما تذبح بسهولة مع أسلحة ردية والتصويب صعب، فأغلب وقتي أطق ميلي اللي هو خايس. بعدين لما صارت عندي أسلحة أقوى وطلعت أبجريدز والطلقات صارت أكثر، اللعب ركز على الشوتينج وصار أحلى. يعني إذا اللي الطقة ما علق على حركة واحدة. وطبعا فيها التخفي، والتخفي عادي، تقدر تذبحهم من وراهم بدون يشوفونك، وتقدر تستعمل أسلحة ما فيها أصوات وأسلحة تركب عليها كاتم، وتقدر تشتتهم. يعني مثل ما قلت التخفي عادي، إلا شيء واحد مو عادي بصراحة يكسر التخفي باللعبة كلها، وهو الصخر. صخر، عندك صخر ما له حد تقدر تشتت فيه ويوصل بعيد، وحتى لو اثنين واقفين يم بعض بس واحد فيهم يسمع الصخرة، فتقدر تودي أي أحد بأي مكان تبيه وتخليه بروحه عشان تذبحه. ما أدري شلون ما لاحظوا إيش كثر هالشيء خربان، وبعض المرات واحد يخرف ويحذف قنابل على الأرض وأنا قاعد يمه، أو واحد يكلم نفسه وهو يركض بمكانه. هالكلام عن الطق ضد الناس، بس ضد الزومبيز لأن تصرفاتهم غير وقدراتهم غير، فطبعا سالفة ثانية. طق الزومبيز ياخذ وقت وطلقات وايد، فصرت بس أنحاش، وإذا انجبرت أطقهم أغلب الوقت أطقهم ميلي، لأنهم أول ما يشوفوني راح يركضون لي ويطقوني، ما راح يطقوني من بعيد. طبعا هذيل زومبيز ما عندهم مسدسات، فالمنطق يقول لي طقهم بيدك أسهل، بس طق الميلي خايس فيصير طق الزومبيز خايس. والمشكلة الأكبر الزومبيز يطلعون بأماكن عشوائية بأعداد عشوائية ويتحركون على كيفهم، واللي أقصده بيطلعون بأماكن عشوائية إن حرفيا ما في منطق حق السبون مالهم. نظام تشوف مكان فاضي ما في ولا زومبي، بس تلف يطلع وراك زومبي. هني ذبحت الزومبيز كلهم، بس مشيت شوي ولفيت ولا يرجعون 3 زومبيز، واشوفهم يجون صوبي. شلون؟ من وين طلعوا؟ وشلون عرفوا انا ويني؟ شو الزومبيز الغشاشين؟ هالشي يخلي التخفي ضد الزومبيز خايس بدون استراتيجيات. ما اقدر اتوقع شنو هالزومبي راح يسوي، فما اقدر اتخفى عدل. لما اشوف زومبيز بمكان ما اقول يلا خل اخطط شنو لازم اسوي، لا اقول والله بس ابي اوصل حق المهمه. كلامي عن الزومبيز هذا ما ينطبق على المهمات اللي العادة فيها عدد معين من الزومبيز مصممين من المهمة مو شكل عشوائي، وأصلا أغلب المهمات تكون ضد ناس وهالشي أحسن. كلامي اللي توى عن الزومبيز بالعالم المفتوح وانت قاعد تمشي، إلا الهوردز اللي هي تجمعات كبيرة من الزومبيز، لازم تستعمل أقوى اللي عندك وتصعد على شاحنات ومباني عشان تبطئ الزومبيز ويمديك تطقهم. تقط قنابل وتحط فخوخ تخليهم يمشون عليها، وغلطة واحدة ممكن تنهيك. ما أدري شنو ألعاب ثانية تسوي هالفكرة، بس طلعت فكرة حلوة. أحس إني ذكي كل مرة أذبح هورد لأني خططت عدل وضبط خطتي، بس هالشي يطلع متأخر باللعبة لأن لازم تكون قوي. فطق الزومبيز نفس وايد أشياء باللعبة لازم تصبر عشان يصير أحسن. بس في شيء حتى لو تصبر طول عمرك ما راح يصير احسن، هو العالم. عالم هاللعبة خايس، اماكن هالعالم كلها متشابهة بس بعض المرات ينزل ثلج، بس الباقي كله متشابه. حسافة لان الجرافيكس مو خايس، تفاصيل اشكال الشخصيات حلوة
بس البيئات ما تساعد. يعني ايام مضت لعبة عالم مفتوح عالمها خايس، ولعبة زومبيز طق الزومبيز فيها خايس الا الهوردز. ومع ان طق الناس عجبني، هذا كله يعتمد على شيء واحد وهي المهمات. وللاسف المهمات خربت اللعبة، خلت كل شيء خايس. روح هالمكان اخذ هالشيء وارجع، ولا جمع 7 اشياء من هالشيء، ولا اذبح الموجودين وارجع. يشوفوني بالمخيم يقولون هاي ديك روح يبي هالشيء، بس قاعد اشتغل عندهم. هذه مهمات اساسية مو جانبية. بس في مهمات شوية حيل تكون باماكن مصممة احسن وفيها اعتماد على القصة والحوار. هالمهمة لها قيمة بالقصة وبدت بتخفي بعدين تتحول شوتينج، وبهالوقت في حوار مع شخصية ثانية. يعني يقدرون يسوون مهمات زينة، ليش اغلب المهمات خايسة كأنها مهمات جانبية بأي لعبة ثانية؟ في مهمات تلحق أحد راكب سيكل وتحتاج تطق التاير لما يطيح عشان تصيده، وهالشي كان حلو المرة الأولى مو المرة العاشرة. أو مرات تلعب ضد بوس تطقه وما يدري وينك. بعض المهمات فيها أماكن مجبور تتخفى، تنخش بمكان وتسمع كلام وتشوف هذا الشي يزيد، بس هذا اللي تسويه. مهمة كاملة تروح مكان وتسويها شيء وخلاص خلصت المهمة. أو ذكريات ديكن مع مرته اللي لعبها عبارة عن مشي، بس مشي، وهالشيء ما يصير مرة ولا مرتين، هالذكريات موجودة طول اللعبة. أيام مضت ما عجبتني. شوف تعجبني إن هاللعبة ما تنسخ كل شيء من ألعاب ثانية، حتى لو إن فيها أشياء متشابهة ما ألعبها وأقول فار كراي، مع ان فيها اوت بوست نفس فار كراي، هني يسمونهم مخيمات العصابات، بس شويه وما عليهم تركيز. يعني ايام مضت انا اشوفها انها غير كفايه عن باقي العاب العالم المفتوح، بس للاسف حتى مع التغيير تبقى خايسه. مو خايسه حيل، بس خايسه وبدايتها اذيه. لما تكون قصه حلوه ويصير تركيز عليها تكون لعبه حلوه، بس لعب مهمات ممله تمطيطيه خلى اغلب وقتي مع هاللعبه ملل. والجلتشات، احس ان كل الجلتشات اللي ممكن تصير بهاللعبه صارت لي. ادري في ناس عجبتهم هاللعبه، واذا انت عجبتك ايام البنزين عادي، بس انا ما عجبتني وما كملتها الا عشان هالفيديو. هذا اخيس احساس ممكن يطلع حق اي لعبه اسوي لها فيديو، بس على الاقل لعبه عالم مفتوح بدون ابراج. لا لحظه، الاوتبوست يعطونك مكان حق فاست ترافل ويفتحون شوي من الخريطة، يعني أبراج. Yeah.